وسهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. رحبوا معي بضيفنا رجل الأعمال الأستاذ بازل من إيتمازون. أهلا وسهلا أستاذ. تسلمي يا مشكورة على وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. بداية أستاذ بدي تعرفنا عنك وعن بداياتك مع البزنس. بلشت رحلتي بأبنيا زون من حوالي 3 سنوات، وكانت هي عبارة عن شغف حاولت شاركه مع الآخرين، وما زلت بهذا رحلتي. حبي للبحر أو حبي للأعماق قادني على هالهواية، وطورتها من هواية لمهنة أو احتراف، وعم نحاول أني ننشر هالثقافة أو هالرياضة بالمجتمع للناس تقدر تمارسها ضمن متطلبات الأمانة والسلام. أستاذ باسل، شو الخدمات اللي بتقدموها؟ بنقدم عدة خدمات، منهم هو الغوص الحر، يعني الغوص بدون استخدام أسطوانة، أو الغوص السكوبا واللي هو بيكون الغوص بالأسطوانات، بالإضافة لعدة اختصاصات منها الغوص كحوريات بحر. كان لنا الشرف اني نشتغل مع شركات مثل شركة أعمار ولا سي وورد بأبو ظبي، ننظم شو أندر ووتر بعدة مناسبات وطنية مثل العيد الوطني بدولة الإمارات، ومناسبات أخرى كالكريسماس ولا نيو يير. فالخدمات تشمل عدة نشاطات ترفيهية تحت الماء. أستاذ باسل، في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات، كيف تميزتوا عن غيركم بتقديم الخدمات؟ المنافسة هي دائماً شيء صحي لأي عمل تجاري، لأن المنافسة بتتطلب أن الإنسان يعمل دائماً شحذ للمهارات لحتى يقدر يتميز بالقطاع اللي هو عم بيقدم فيه الخدمات تبعيته. من النقاط اللي نحن حاولنا أن يتم التركيز عليها هي خدمة ما بعد البيع، ومتابعة مع الزبائن بعد ما ينخرطوا بالدورات التدريبية. نحاول نعمل continue education، نحاول أني نأهلهم ليروحوا لمراحل أعلى من المستويات بعد ما يدخلوا بهالرياضة أو بهالمجال، بالإضافة نتابع معهم كدورات تدريبية، ونحافظ من خلال الدورات والكورسات من نقوم فيها أن نحافظ على أعلى مستويات الأمانة من ناحية السلامة بالمسابح بالدوات أو من خلال الرحلات اللي نقوم فيها بالبحر. أستاذ باسل، بعد النجاح اللي وصلتوا له، شو خططكم المستقبلية؟ خطط المستقبلية بتشمل التوسع بالنشاط لمناطق ثانية إن شاء الله ضمن الدولة أو خارج الدولة، لنحاول ننشر هالرياضة ولا الهواية لأكبر عدد ممكن من الناس اللي بتكون مهتمة بهالنشاط هيدا. أنت كرائد أعمال وصاحب خبرة، شو بتنصح اللي بده يأسس عمل داخل دولة الإمارات؟ القوانين جداً والتشريعات واضحة وستريت فورورد مثل ما بيقولوا بالنسبة لرواد الأعمال الشباب اللي حابين أن يقوموا بأي عمل تجاري. سوق مفتوح، بدهم يكونوا مجهزين حالهم بتطلعات عالية لحتى يتمكنوا من الإنجاز، وفي بيلاقوا دعم إن كان من مجتمع الأعمال هون واللي هو كثير كبير بعدة قطاعات، ولا إن كان من الحكومة اللي عندها حوافز. بالنسبة للرياضة تعتبر من أحد النشاطات التاريخية أو التراثية للدولة، قبل من آلاف السنين كانت تم ممارسة الغوص الحر للولو، فكان في دعم الحمد لله حظينا فيه. فكل قطاع بيتميز بنقاط الواحد بدي يعرف كيف يتكس عليه، والتوفيق من رب العالمين. بحب أتوجه بشهادة الشكر لشيوخنا بدولة الإمارات على الدعم اللامحدود وعلى الفيجن والنظر اللي هن بيحطوه للبلد واللي نحن بنمشي تحته، واللي بتمكننا ومكنتنا من الإنجاز. إن شاء الله نخلي دائما أي عمل منقوم فيه رقم واحد. بالنهاية أستاذ، بدنا نخبر المشاهدين كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا معكم. نحن كنا بنقدم خدماتنا بفندق الموفنبيك، هلا بمرحلة الترانزيشن بيريود، متوفرين على الخدمات على السوشيال ميديا، على الموقع الإلكتروني،
منقوم بالتدريبات بمسبح حمدان، حمدان سبورت كومبلكس، وعادة طلعات البحر بتكون من مدينة الفجيرة. بالتوفيق الدائم يا رب، نتمنى لكم كل خير. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية. دمتم بخير وفي أمان الله.